كاين بعض الاشخاص في هذا الكون سبحان الله منذ نعومه الاظافر ديالهم كيعيشوا احداث محزنه ومتتاليه كيعيشوها على طول السنوات حتى مع الكبار ديالهم. حكايه اليوم هي عبره لكل ام مع البنت ديالها، حكايه في قمه الغرابه والقذاره وانعدام الانسانيه. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لك. غتصبروا معايا واحد شويه وغادي تسمحوا لي في هذه الحلقه اذا جاكم صوتي شويه ماشي حتى لهي راه حيت ضربني البرد، وبما انني عارفاكم باللي انكم كتسناو حكايه جديده قلت نطلع لكم باي حاله. قبل ما ندخلوا في البرنامج بغيت نذكركم باللي هذه حكايتي هو برنامج الحكايه حيه ومرة من واقع مجتمعنا المغربي اللي كيتحكوا ليا من طرف متابعين اللي كيشاركوني الخصوصيات ديالهم اولا مراحل من حياتهم ما عمرهم تجرؤوا انهم يبوحوا بها لشي حد اخر. هذه حكايتي برنامج للعبره والاستفاده من اخطاء وتجارب الغير. قبل ما نبداو يا متابعين يا اوفياء اذا حداكم شي وليدات صغار من الافضل حتى تكونوا بوحدكم وتسمعوا هذه الحكايه. لنبدا رحمه كاسم مستعار كتقول شكرا على الفرصة اللي عطتيني باش انني نخوي قلبي، هاد القلب اللي عمرو قدر يبوح باللي بيه على شي حد. قصتي بغيتها تكون عبرة للامهات ومن بعدها للبنات عامة. نبدا لكم قصتي من نهار عقلت على راسي. انا ولدتني انسانة مجهولة في واحد المستشفى وغادي تعطيني الام اللي رباتني، غادي تعطيني لها بلا ورقة بلا كفالة بلا شيء قانوني باش نقدر انني نرجع لها واحد النهار واللي هو حاليا. غادي تعطيني الام اللي عندها ابن واحد وكان كبر مني انا ذاك بعشرين سنة. هاد الام كان كل حلمها انها تكون عندها بنت ولكن ما بقاتش كتولد بحكم انه عندها شي مشكل. الام اللي رباتني غادي تجيبني للدار وديرني بنتها، رباتني كبرتني وما نقدرش ننكر بلي انها دارت امور كثار على ودي ولكن كانت جد قاسية في التربية ديالها معايا. ما كانتش قريبة مني، ما كنتش نحس بها كأم علما اني ما كنتش عارفة هاد الحقيقة انا ذاك، وهي ما كانتش كتعرف شنو اللي كانت يدور في راسي. الاب ديالي في العكس ديالها تماما، انسان ملهي غير في خدمته وشغله وكيجي في الليل يشوفني ويدوي معايا واحد شوية ويضحك معايا وصاف. بزوجهم ما كانوش قراب مني، بحال مثلا يسولوني كيفاش دوزتي نهارك، شكون صحاباتك، كيفاش دايره في القرايه. والديا ناس ما قاريينش وما عندهمش داك الاهتمام ديال القرايه حتى فيا، ما كيلحوش عليا ولا يذكروني باهميه الدراسه اولا شحال جبتي. هذا الجانب كان شبه منعدم او بالاحرى كان منعدم. خويا اللي كبر مني كان انسان صعيب في تصرفاته، كان عقلو انا صغيره كان قريب ليا وديما نشط معايا بحكم انا هي الصغيره، ولكن لما بديت كنكبر تبدل عليا بزاف ولا قاصح. لما غادي نوصل للاعدادي غادي نعرف بلي انه والديا ماشي هما الحقيقيين وبلي انهم غير مربيني، وهادشي غادي نعرفو عن طريق واحد البنت. كان احساسي صراحه ديما تيقول ليا بلي انا ماشي بنت هذوك الناس، تنعل الشيطان. ولكن منين كبرت غادي نسمعها مباشره من عند واحد البنت. هاد البنت كانت صديقه ديالي في المدرسه، كنا كنقراو في اولى اعدادي. غتجي تقول ليا بلي انه الام ديالها سمعتها كتهضر هي واحد السيده واحده اخرى عليا انا، وكتقول بلي هذيك البنت راه ماشي بنت فلانه وراه غير مربياها، ودابا نتيا راكي ما بنتهمش. تصدمت وما تصدمتش. من بعد كنت كندوي مع ماما بالصدفه وانا نسولها، قلت لها واش ماما بصح انا ماشي بنتكم؟ تقلقات وبدات كتغوت وتسولني شكون قال لك هذا الشيء وشكون قال لك هذه الهضره. توترات وبدات تغوت، راني عندي الوراق وراكي بنتي. ومشات عند مت هذيك البنت وهي تغوت عليها وخاصمات عليها وخاصمات حتى على البنت صاحبتي، وقالت لهم بلي غادي نتابعكم قضائيا على هذا الشيء. المهم دازت الهضره ودازت الايام، ولكن كنت متاكده بلي ماما ماشي هي ماما. عمرها جلست معايا وجبدت معايا هذا الموضوع، عمرها فسرات لي الماضي ديالي كما ينبغي او لا عامه، لا هي لا الاب ديالي عمرهم جبدوا لي الصغر ديالي او لا كيفاش تولدت، بحال هذيك الجماعه اللي كتكون ما بين الوليدات ووالديهم، عمرهم هضروا معايا على هذا الامر نهائيا ولا سمعتوا منهم. المهم بحكم انني كنت في بدايه المراهقه تبدلت بزاف وما بقيتش ندخل نقرا، ما بقيتش نهتم بالدروس ديالي، وليت عطيها غير الضحك والنشاط مع البنات ونضحك مع هادي ونخرج مع هادي ونجلس قدام الاعداديه، ما بقيتش نهائيا كندخل نقرا. نفسيتي بدات كتدهور
وانا بديت كنتمرد على العائله ديالي، وليت نلبس اللي بغيت، نخرج وندخل حتى ل 9 ديال الليل، نمشي نتجمع مع البنات ونجلس معاهم ونخليهم في الدار يبقوا كيقلبوا عليا. ماما كانت كتقتلني بالعصا، وخويا كذلك هو مثال. ما كيسولونيش علاش كندير هادشي، ما عارفينش بلي راني كنعاني في صمت من الحقيقه اللي عارفاها على راسي. الا الاب ديالي مسكين، هو اللي كيجي وكيقول لي ياك بنتي اللي ناقصك كنجري ونجيبوه لك، كيهضر حتى يعيا ويسكت. انا في راسي هو ما عرفاش شكون انا ولا حتى منين جيت. حتى لواحد الصيف في الثانيه اعدادي جاو شي ناس لعند ماما بغاو باش يخطبوني، ونذكركم بلي انا وديك الساعه كانت عندي غير 14 سنه. وهنا فين غادي تبدا حكايتي. واحد الصيف في الثانيه اعدادي جاو شي ناس لعند ماما على اساس انهم جاو يخطبوني، ونذكركم بلي انا وديك الساعه كانت عندي غير 14 سنه. خويا غادي يغلب على ماما بالهضره، وكيبان ليها بلي انا غلباها وما قادراش عليا، وما بقاتش عارفه تتعامل معايا، ما عرفاتش كيفاش تتعامل مع بنت في بدايه المراهقه ديالها. هي كتقول ليا في وجهي انا عييت منك، كانت تقول ليا يسحب لي غادي تكوني بنت صالحه اللي غادي نقدر نحط عليها الراس، ولكن انتي طلعتي بحال هكا وانا ما نقدرش عليك. ما عطونيش فرصه، نتا عامه ولا عامين ما عطونيش فرصه يسولوني او اللي يعرفوا شنو بيا. قالت لي صف خاصك تزوجي، هي خاصك تزوجي، غادي يزوجوني بواحد السيد كيسكن خارج البلاد حتى لهنا مزيان، وما كيعرفوا عليه والو، وتعرفات غير على امو مره واحده. هادشي ما تيبشرش بالخير. امو جات لعندها غادي تطمعهم وغادي تقول لهم راه غادي نديوها نقريوها نديروا لها البيرمي ونتهلاو فيها، وجلسوا تيعطيوهم وعود كثار. ماما قالت لهم صافي غير ديوها. تخيلوا 14 سنه غادي يزوجوني بلا عرس بلا خطبه بلا دهاز براجل في عمره 30 سنه كبر مني ب 16 عام. بهذا المعنى عطوني فابور وعطوني بالذل، غصبوني في شبابي وزوجوني انسان كبير عليا بزاف. و تيقول لك اللي مشى مدلول غادي يعيش في الدل. غتقدروا تسولوا كيفاش تزوجت وانا عندي 14 سنه؟ غادي يزيدوا لي في العمر ويديروا لي عقد ويزوجوني به بزز مني. الاب ديالي كان رافض كليا، ومده طويله هو ما تيدويش مع الوالده. ونهار جات الام نتا هذاك باش غادي يزوجوني، غادي يقلب عليها الطبله وغادي يقول لها بلي بنتي باقا صغيره، ولكن ماما كانت متسلطه عليه، كتقول لي غادي نزوجوها وانت ماشي شغلك. داك السيد غادي يديني لعندو، باختصار مفيد هذاك السيد غادي يديني لعندو. اول مره غادي نوصل لعندو غادي نوصل لواحد البلاد مختلفه، واحد المدينه مختلفه، في واحد الدوار مختلف خاوي وما فيه لا ناس وما كنعرف فيه غير هو. زيدوا عليها انا عندي 14 عام مزوجه بواحد الشخص ما كنعرف عليه والو في وسط بلاد غريبه. غندخل عندو للدار، وهنا غادي نبدا نكتشف امور وحده اخرى. وتخيلوا الوالده ديالو مارست عليا دور العدوسه المتسلطه. بغيت نحل معكم واحد القوسين، ما عرفتش علاش كتسمى بالعدوسه، وهذا مصطلح شخصيا كنبذو. فعدوسه كتجيني مقتبسه من عدوه، يعني كانك من نهار الاول جايه داخله الحرب. المهم رحمه كتقول هاد السيده اللي مفروض عليها انها تكون ام ثانيه ليا وتحضيني وتكون معايا وتفرح ليا كانت كتهيني وتنقص مني، حيت ببساطه انا مرت الولد. وليت كنحس بلي انهم ما جايبينش زوجه ولكن جايبين شي مساعده تعاونهم في الاشغال ديال البيت. كانت كتفيقني بكري وكتقول لي غير خصك تعجني وتطيبي وتجبدي هذوك القنات، خاصك تمسحي هذه وتنقي هذه، اي حاجه كانت غابره كتجبدها وتعطيني نديرها. رحمه كتبكي وكتقول لي 14 عام ما عارفه والو، بيضه هي الثانيه، والله ما كنت كنعرف نديرها. وتخيلوا اذا غير مشيت نتغدى ونتكى شويه كتجي تحيد عليا المانطا وتقول لي المانطا راه ماشي انت اللي كتصبنيها، واذا شعلت التلفازه كتطفيها ليا وتقول لي ماشي انت اللي كتخلصي الفاتوره. كنمشي ناكل غير التفاحه كتقول لي خاصك تاكلي غير نص وتخلي نص. اقسم بالله ما كذبت عليك، اقسم بالله على هادشي غيجيك غريب ولكن راه بصح. التفاحه كتقول لي خاصك تقسميها ما تاكليهاش كامل، هذا راه تبذير. كنشريو الماء الزنقه حيت ما كنشربوش هنا الماء ديال الروبينيات حيت ما زوينش خايب. كنعمر الكاس باش نشربو كتقول لي عمري غير نص تشربي عمري نص الاخر درت سميتو الضياع. رحمه كتقول من بعد عاد عرفت بلي انه فلوسه كيمشيو في القمر وفي شي عجب اخر وكيمشيو حتى في الخمر. ما كنتش عارف هادشي من قبل. بالمختصر مفيد، من بعد عام غادي نحمل بنتي، وفي هذيك الوقت كانت عندي 15 سنه. وهنا غادي تبدا المعاناه ديالي من نوع اخر. كنت كنتوهم وكنتشهى وما كنلقى حتى حاجه ناكلها. واحد النهار
لقيت داك الشفرون في الثلاجه بوحدو، فطلقتو في الماء وكليتو حيت كيقتلني الجوع. هو كان في ديالو كل ما تيمشيو في القمر، يمكن هضر ولا نقول شي حاجه كان كيضربني ولا كيدفع عليا ولا كيتعدى عليا. رحمه كتقول كيمارس عليا العنف وكيمارس عليا اكثر من هذا وانا حامله، وراكم تبارك الله راكم ذكيين كملوا من عندكم. ديك الوقيته تفكرت مولانا وليت كنقرا القران ونختمو شحال من مره في الحماله ديالي، كنت ديما نطلب من مولانا باش انه يكون معايا حيتاش ما كنت عارفه والو وكنت صغيره، كانت عندي 15 سنه. المهم دوزت 9 شهور ديال العذاب، ملي مشيت لاخر موعد ديالي عند الطبيبه ديالي غادي تقول لي بلي انه للاسف غادي نفتح حيتاش البنيه ما مقلوباش، راسها الفوق ورجلها لتحت. تخيلوا بنيتها غادي تقولوا ليها غادي تولدي بالفتيح، غيجيها الرعب والخوف حيتاش ما عارفاش. خرجت من عند الطبيبه كان بكي، وجاتني بحال شي حاجه صعيبه بزاف، علما انه ما عنديش علم اشنا هي الولاده. غادي نخرجوا من عندها وغادي يبدا يضرب فيا في الزنقه ويبدا يقول لي علاش كتبكي راكي شوهتيني، واش غير بوحدك اللي غادي تولدي، راه حتى الدجاج كيولد. عيط لماما وبدا يخاسم عليا وكيغوت عليا قدامها ويقول لي منين ما قداش علاش جايه. ماما في ذاك الوقت حتى هي بدات كتخاسم عليا وتقول لي هادوك هما الرجال ودابا راكي حملتي وما بقى عندك فين ترجعي وما ترجعيش لعندي. المهم ولدت وانا بوحدي في السبيطار. الحمد لله غنتلقى رحمه في بشر ما كنعرفهمش، غيتهلاو فيا دوك الفرمليات ووقفوا معايا، والله ما نكذب عليكم اذا داروني بحال شي ملكه في داك السبيطار. منين خرجت رحمه كتقول تجمع هو وخواتاتو وامه ومشاو شراو واحد الحولي داير 1000 درهم، ذبحوه وقردوه وجابوه طيبوه وكلاوه. هما دايرين على الطبله وانا هزه بنتي وفاتحه وكنتسخر عليهم وبقى عاقلة عليها بحال اليوم. كلا وغسلوا يديهم وكل شي رجع اللور، وانا بديت كنجمع، غسلت كل شي ومسحت كل شي، وبنتي بقى الحيمة كتبكي وانا فتحتي كتضرني وما قدراش نوقف، ما كنش مكملة حتى 10 ايام. غادي تجي عندي اختو الكوزينة وغادي تقول لي شفتي هاد القوام اللي جبت ليك راه غير خير مني، خصك تحكيهم بالجيكس ماشي تدوزي عليهم غير الحلفة وتعطيهم ليا. بديت كنبكي على راسي، بديت كنبكي على الذل اللي انا فيه وعلى الوالدين اللي ما عنديش في جنبي، الوالدين اللي ما كيسولوا فيا وما كيوقفوا معايا ولا يجوا من جهتي. انا يلا ولدت غير بوحدي مغربه، ولحد الساعه اللي يلا ولدت فيها ما مصوبش ليا مازال الوراق، جيت غير بهذاك التجمع العائلي شد دوك الوراق وخباهم. دوزت معاه المعاناه ديال امو وخوتو اللي كيحقروني، اي حاجه درتها اي حاجه درتها ما كتعجبهمش، وكاع الاهانات اللي كطيح ليكم في بالكم دزت منها. تخيلوا معايا بنتي هي الشخص الوحيد اللي كانت كتبرد عليا، كنشوف في عويناتها ونقول كل شيء كيهون غير انا ما غاديش نسمح فيها وما نخليهاش. واحد الوقت غادي يجينا الافراغ حيتاش ما بقاش كيخلص الكره، تحولنا لدار اخرى وبنتي بدات كتكبر. انا ما كنخرجش ما كنشوفش الزنقه، والديا كيعيطوا ليا مره في السيمانه في واحد الا باقيين عاقلين عليه داك نوكيا بيل، حتى دازت 4 سنين بنفس السيستم، ناكل العصا نتهان تقلب عليا الطبله ويعايرني قدام عائلته فاش كيجيو ويبين هو الراجل. اذا جاب الله قلت لي راه خاصني، كيقول لي انت كولي وشربي بحال شي حيوان اعزكم الله اسكتي. واخا الحيوان وراه عنده الاحاسيس ديما كيجي شارب وكيوكلني العصا. واخيرا ماما غادي يفيق فيها واحد شويه ديال الضمير وغادي دير الفيزا، وهي جات غادي تلقاني في واحد الحاله لا احسد عليها، الصندله ديال الميكا مقطعه، الحوايج حالتهم والجلد على العظم. فماما ما قدرتش تحمل واحد الليله غتبدا كتغوت عليه وبلي انا هي سنين وهي معاكم مازال ما درتيش ليها الاوراق، ودابا راه هي غادي نديها هي والبنت، غادي يقول ليها اذا بغيتي ديها هي ديها وبنتي ما غتخرجش حيتاش معايا في الاوراق وما عندهاش الحق دير بها اي حاجه. غوتت حتى عيات، هزت حوايجها ومشات للمغرب. ماما غادي تعاود هادشي لبابا، بابا مسكين غادي يعيط لعمامي اللي في الدوله اللي فيها انا كنسكن، وهما غادي يقولوا ليه باش انه يقاد ليا الوراق حيتاش ما عنديش الحق حتى في التطبيب حتى في والو. خرجنا كرينا دار اخرى حيتاش هذيك ما كانتش صالحه للسكن. من بعد ما دارش بزاف غادي نلقى راسي حامله وضاقت عليا الدنيا.
ما كنتش باغا هاد الحمل، كنسجد لله وكنبكي وكنقول ليه عافاك ربي عافاك حيدي هاد الحمل، راني معذبه في عيشتي معاه. يا ربي راه ما يصلحش يكون اب ولا زوج ولا انسان لانه منعدم من القلب. كنبكي وكنطلب باش انه يحيد هاد الروح من كرشي. فهاد الوقيته كنت كنوجد باش انا نمشي للمغرب باش نقاد اوراقي، وهذاك الشهر قبل ما غادي نمشي غادي يدوزوا عليا بالعذاب، تيقول لي بلي انه ما غاديش ناخذ ليك البنت ديها معاك، انا عارفك غادي تديها وتهربي ليا بها. وفي الاخير غادي نقول ليه بلي انني ما تليتش باغا نهبط وبالنقص من هاد الاوراق، حيت اذا ما كانتش معايا بنتي ما نقدرش نمشي ابدا. واش نقدر نامنو عليها؟ غيقول لي غادي نصيفط معاك امي وتمشي لعند خويا وهو اللي يجمع معاك الاوراق وما غاديش تمشي عند امك. قلت ليه واخا غادي نمشي للمغرب. ومشيت عند خوه وقال لي بلي ما نجريش معاه على الوراق، هادشي فيه بزاف ديال المشاغل والفلوس وانا ما عنديش باش نجري معاه. صيفط لعند امها حيت امها ميسره. في الاخير غادي يقتنع امي، غادي تصيفط لي 500 درهم غادي نعطيها لخوه باش يجيب لي عندها. المهم وصلنا وبديت كنحس بالم كبير بحيله شي حاجه بغات تخرج من كرشي. كنت كنتعذب. مرات خويا مسكينه غادي تديني عند الطبيب، لما دخلت عندها قلبتني وقالت لي بلي انه راه هاد الوليد شحال هو ميت في كرشك وما بقى ليه والو ويطيح بالدموع. صاحبه القصه كتقول لي ما تصوريش الفرحه اللي فرحت. رحمه كتقول لي انا كنعرف اذا شي وحده كيطيح ليها شي بيبي ديالها كتقلق وتغضب وتحزن وتبكي وما كتبغيش وكدير عليه كنازه. انا فرحت بزاف وقلت الحمد لله يا ربي حيتاش استجبتي لي الدعاء. قالت لي راه ما بقاش لك بزاف غير يومين ولا 3 ايام ويطيح لك. مشيت للدار كيعيط لي في التليفون ويسبني ويقول لي صافي راكي وصلتي للمغرب، هادشي اللي كنتي باغا راه اذا مشيتي درتي شي حاجه واذا بعدتي عليا بنتي. كان تيقول لي تخيلوا معايا قرطاسه وحده غنقتلك بها انت وياها وما نرحمكمش. تخيلوا في نهار واحد يمكن يدوي ليا 100 حتى 200 مره ماما طلع ليها الدم. بدات كتقول لي بلي انا هذا الانسان مريض. هي عاد بدات تكتشف الحقيقه ولا اللب ديال الحقيقه. لحقيت ما كنتش كنقول ليها والو وما كنتش كنعاود ليها، اصلا هي السبب. واش غادي نرجع لها اللومه؟ هادشي هي اللي دارته. كنبقى غير ساكته، هي كتنقر من جهه وهو كينقر من جهه، وانا عاطيه راسي المولانا فقط هو اللي كان عالم بحالي. تعذبت بزاف. واحد الجمعه بقى كنعقل كنت نيت كنجمع الاوراق اللي خاصيني باش انني ندفع الفيزا ديالي في كازا. كلينا كتكتو في التحت دار خويا وطلعنا الفوق للدار عند ماما نتكا واحد شويه. بنتي بقات كتلعب مع بنات خويا وانا جالسه حتى بديت كنحس باللي السقيه طرطقات ليا. بديت نتوجع ونغوت وكل اللي رجعت الدم بحال شي روبيني. ديك الساعه كان جاتني يوموراجي. بديت كنغوت ونغوت حتى غيبت. داوني للسبيطار تيقوني اذا قلت لكم بلي انه في ديك الساعه كنت كنحتضر. ديك الوقيته لاحوني واحد الفرمليات في واحد البيت وليت كلي سخونه كنحس بالموت. غادي نهز التليفون ديالي وغادي ندوي مع بابا اللي غادي نبدا تنزوق فيه ونقول ليه بنتي امانه في رقبتك وما تصيفطهاش عند بار غيتكرفس عليها. بابا مسكين جا كيجري دور مع شي طبيب وجابوا ليا وهو اللي دخل عتقني. بلا ما نقول لكم التفاصيل ديال الالم والعذاب اللي دزت منهم داك النهار حيت كانت تكبد ليا الدم وما خلاش الدم الجاري انه يخرج وبدا كيرجع للذات ديالي لداخل. من بعد غادي نحس بذاتي كترتاح من بعد ما حيدوا لي ديك اللحيمه اولا ديك الروح اللي كانت متوفيه لداخل فيا. تفكيت وجلسوني واحد يومين عندهم حتى ارتحيت ومشيت للدار. المهم تهلاو فيا في الدار من بعد العذاب اللي دزت منه. هو كيعيط لماما في التليفون وتيقول ليها بغيتها تموت قتلت ليا ولدي. كتقول ليه ماما راه البنت ما كانتش عارفه راسها بلي انها حامله حتى جات للمغرب وكان ميت في كرشها. قال ليها انت وياها سحارات ومشعوذات ومشيت وقتلت ليا ولدي. ماما عيات ما تفسر ليه وتبرد فيه ولكن والو. كان تيقول ليها بلي انا بغيتها تموت وبغيت نشوفها كتعذب. كيعيط كل نهار غير باش يهني ويعايرني ويقطع وصافي. دوز داك الشهر حتى شديت الفيزا ديالي ورجعت لعنده وانتقم مني على كل نهار ديال الراحه او شبه الراحه اللي دوزت في المغرب. ولكن الحمد لله بعدا على الاقل راني صاوبت وراقيه اللي فيهم عامين ودخلت بنتي للروض وكان ديما مهددني وكيعايرني حتى غادي يوقف عليا واحد النهار وغادي يقول لي غادي خصك تحملي. انا رفضت وغادي يتهمني بلي انه في راسي شي حاجه اولا كنعرف شي حد. دوز عليا العذاب. تخيلوا كيكون في الخدمه حتى كيوقف عليا قبل الوقت ديالو كيقول لي شكون معاك في الدار ومع من كنتي. بنتي عاشت معايا مسكينه دوك العقد كاملين وشافتهم. هي حاليا كتعاج لانها شافت شي حوايج كبار منها من اهانه وحصى واغتصاب، شافت امور كثار وعيب وحرام حتى انني نعاودهم. كنت
حياتي ما كنتش نسد ربي وكنقول لي علاش شنو درت في حياتي، انا ما درت والو، عمري هادي شي حد، عمري ما تعديت على شي حد، ما شفتش اصلا في الدنيا واش نعدي شي حد، كنت كنسجد وكنقول لي سيدي ربي انا عارف كتخرجني من المحنه، ولكن كيفاش؟ لان ما يمكنليش، هو كان دخل بنته في الاوراق، كان هو اللي كيبدل لي الوراق. رحمه كتقول ما كنت كنعرف حتى شي حاجه، ما كنت كنعرف حتى الفرق ما بين ورقه وورقه، كنت نقيم الليل ونسجد ونطلب الله يعفو عليا ويدير ليا من هذا الضيق شي طريق، كل ليله تنقول يا ربي خرجني من هذه الحفره راني تنتعذب، هو تيجي سكران ولا كيشم وكيجي كيتعدى هنا في الدار. المهم غادي نحمل بالولد الثاني وكليت به العصا ومعاناه من نوع اخر وديالو بوحدو غيجي للدنيا. ولدي حنين بزاف فيا ماشي بحال اختو، اختو مسكينه اللي قاسيه من قوه داكشي اللي عاشت، اختو كترجع الخطره بزاف. الحمد لله هو غادي نعتقو ما غاديش نخليه معاه. باش نقربكم اكثر من جهه اخرى، حنا ما كناش كنعرفو شنو هما المناسبات الدينيه، عمرو جاب لينا الحولي بحال الناس، رمضان تخيلوا ما كيصوموش، كنصومو غير انا بوحدي، وفاش كتجي عائلته يفطروا معانا كيدير راسو بلي انه صايم، ولكن هو راه ما صايمش. اقسم بالله ما كذبت عليك، الله يرزقني في وليداتي اللي كنحماق عليهم وما اللي عندي في الدنيا، الا فوق رمضان وكان كيشرب كنت كنقول اصاحبي ربي واش غتخليني مع واحد كافر، واش غتخليني انا وليداتي مع واحد كافر، انا كنخافك. انا يا ربي راه كنخافك وكنبغيك، يا ربي راني مسلمه ومسلمه، يا ربي ولادي ما بغيتهمش يشوفوا هذا المنكر. فواحد رمضان غادي نبدا نطلب الله يبين ليا غير شي علامه ولا يعطيني غير شي خيط نخرج به راسي من هذا الشيء. غادي ندخل فيسبوك وكنقلب على شي جمعيه ديال المعنفات اللي تعاونني وتخرجني من هذا المأزق. وديك الساعه كانت ولدي عنده عام ونص، غادي نلقى واحد الجروب كيدوي على العيالات المعنفات، وكنلقى في التعاليق لا راه غير كيدويو، لا ما تثقوش فيهم راه غيديو ليكم وليداتكم، لا هادي لا هادي. حتى لقيت واحد السيده قالت لهم لا علاش كتكذبوا على العيالات وكتخليهم عايشين في هذا الدل، انا راني عايشه بالجمعيه ومعاونيني على ولادي وعاطيني الدار وطلقت الحمد لله وانا خدامه دابا. ما ترددتش ما فكرتش، دخلت لعندها وقلت لها عافاك عاونيني وقولي لي كيفاش ندير. عطاتني النمره نتاع الجمعيه اللي في المدينه اللي انا فيها وعيت لهم. في الاول ما قدرتش نهضر، تيقولوا لي غير قولي وما تخافيش، شحال هما معايا شي 4 المحاولات فاش امنوني وريحوني وتقت فيهم. ديك الساعه قلت لهم بلي انني ما نقدرش نجي عندكم وما عارفاش كيفاش نخرج من هنا وانا عندي 2 وليدات. غادي نعود لهم كل شيء بالتفاصيل وبالتدقيق، يطلبوا مني باش انا نجي نشوفهم، يديروا معايا الوقت ويرسوا معايا كل شيء. انا غادي نطلبوا، غادي نقول ليه عافاك خليني نمشي للسوق دغيا وما غاديش نتعطل دغيا غادي نرجع. داك النهار بحال عمى عليا مولانا، خرجت في الصباح ومشيت لعندهم في الطوبيس، دخلوني مع بنتي وولدي، هضرنا وقالوا لي كوني هانيه غادي ندويو مع المحاميه ديالنا وغيعيطوا لك هذا النهار بالضبط اللي غادي تخرجي فيه. دازت يومين قالوا لي غادي تمشي للبوليس اللي حداك راه دوينا معاهم، غادي تمشي لتما وديري شكايه وغادي نصيفطوا لك واحد الطوموبيله ديال الخيريه اللي غديك من تما للبوليس مع ولادك غير متي يكون يجمع حوايجك. حتى لهنا كلشي مزيان، ولكن بقات لي مشكله وحده هي الوراق، حيت اوراقي وراق ولادي عنده في البسطام، اما الحل المدنيه وداكشي الاخر سد عليهم في واحد الكوفر في البلاكار. عندي نهار واحد اللي نقدر نجمع فيه هادشي كامل او بالاحرى نسرقو. هزيت الباليزه ديالي وديال ولادي وداتهم تحت الناموسيه، علما انه هو كيخرج مع 7 ديال الصباح للخدمه، ولكن قبل كيدخل للمرحاض اعزكم الله وكيتعطل فيه مده طويله، من بعد كيهز حوايجه وكيمشي. ديك الوقيته انا غادي نستغلها وغادي نهز من بسطام وراقي وراق ولادي، ومنين خرج هزيت ولادي وخرجت كنجري في الزنقه وقلبي بغى يسكت. حتى وصلت لعند البوليس رحبوا بينا وداو ليا ولادي وكلهم في واحد البلاصه، داروا ليا محضر 4 ديال السوايع وانا كنعاود كلشي. جات الطوموبيل ديال الخيريه وهزتني انا ولادي، هبط معايا الشاف ديال البوليس، هبط معايا الطوموبيل، هبط معايا البوليس. انت بغات تمشي الطوموبيل ويوقفها ويحل الباب قال لي ما ترجعيش للور نهائيا، ما بغيتي ما ترجعي للور، كملي كملي في هاد الطريق ما ترجعيش لهاد الدو، وسد الباب. ديك الكلمه بقات محفوره في الدماغ ديالي ما عمرني ما نسيتها. داوني الخيريه انا ولادي، عاونوني نفسانيا قانونيا معنويا وماديا، ودخلوا ولادي المدارس اخرين، وانا تعجت نفسيا وبنتي باقا كتعج ليومنا هذا. ودابا الحمد لله حنا دابا خرجنا من المرحله الصعبه اللي هي الخيريه اللي كتكون مع الامهات، وحنا دابا عاطينا واحد الدار بوحدنا، وانا خدامه في واحد الروض ووليداتي كيقراو وخدي تلاقيو لله الحمد. هذاك الطريق ديالي غادي نكتشف بلي انه مريض بالوسواس القهري، تيشرب حتى ما كيعقل، وتيبات الليل كله هو كيشم حتى كيخرجوا لي عينيه، وفلوسه كلهم كيحطهم في القمر لدرجه انه نهار كيتخلص كيدوز الماكينه يحط فيها كل شيء ويجي يهز يديه ويقول لي بح سالو ويبدا كيضحك.
كيخليني كنتشوى كنبغي نتسطى. الصنداله هي التاليه ما كانت عندي، ماما كانت من المغرب كتصيفط ليا كلشي، تخيلوا حتى التبزيره كانت كتصيفطها ليا. معاناه كثيره اللي خلات اثار كبار في النفسيه ديال بنتي. كانت عيط لي غير الحريميه، وانتي ما عندك والدين لا هو ولا عائلته. الحمد لله انا اليوم خرجت من هذه المحنه، وكنت كنقول بلي انا عمرني ما غادي نخرج من داك البير، ولكن خرجت باعجوبه. هو تحول لواحد الدوله واحده اخرى، ولكن باقي كيصيفط لي تهديدات في النمره ديالي. هذيك الخيريه طلبات منه باش انهم يعاونوه باش انه يحيد من هذا الادمان اللي عنده نتاع جميع الانواع، ولكنه رفض. وقالوا لي بلي انه ما يمكنش يشوف ولادو الا ما انه تعالج. العلاقه ديالي مع ماما الحمد لله عاديه. تقدروا تقولوا لي خصك تقلبي على والديك، انا ما عنديش هاد الفكره، لانه كان خاف الا مشيت شي نهار قلب عليهم نحقد عليهم، فمن الاحسن كنفضل انني ما نعرفهمش. واصلا ما عندي حتى شي وثيقه وما عندي حتى شي دليل، علما انه من بعد ماما غادي تحاول توريني بلي انه دارت محاولات وتمشي للسبيطار تشوف واش كاينه شي وثيقه، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. المهم واخيرا وباختصار مفيد، انا اليوم عندي 28 سنه، وهذه 4 سنين باش خرجت من الدار عنده. رحمه المرأة الحديدية المثابرة المجتهدة كتقول رسالتي الأولى للوالدين، أنا مزوجة فيكم، أنا مزوجة فيكم، ما تبيعوش ولادكم وما تعطيهمش بالدل، واخا تكون غير مربينهم ما تبيعوهمش لشي حد، خصوصا إذا ما كنتوش كتعرفوا عليه شي حاجة. أنا مزوجة فيكم، كونوا لولادكم خوت وصحاب وقربوا منهم، راه الزواج ماشي هو اللي غادي يحل المعاناة نتاع شي مراهقة. وهذه هي كانت حكاية رحمة، حكاية لي صراحة قاسية، خصوصا انك تجيب الطفل وتبناه وانت عارف بلي انك ما تقدرش تعوضه على الحرمان اللي غادي يعيشه مستقبلا، فما كاينلاش دار هاد الخطوة. يمكن اذا كان عاش في الخيرية غادي يعيش مرحوم اكثر كدائما وابدا. وانتم الناس ديال الخير، بغيتكم تخليوا تعاليق جميلة ورائعة وطيبة لهاد الانسانة اللي عاشت 28 سنة كلها حزن وألم، وإن شاء الله يكون خير، لعله ارتقاء من مولانا في الدنيا قبل الآخرة. فما ابتلاءات إلا أنك تعلي الدرجات نتاع المؤمن عند مولانا، وما هي إلا حب من عند مولانا. رحمة هنيئا لك، شكرا حيتاش ثقتي فيا، شكرا حيتاش ما بخلتيش علينا وعطيتينا جميع التفاصيل ديال القصة ديالك، شكرا حيتاش نصحتي أمهات وحتى مراهقات. كان الله في عونك، والله يجعل لك البركة والخير يا مولانا يا كريم في دوك الوليدات إن شاء الله. يا متابعين يا كرام، إذا وصلتوا حتى لهذه المرحلة من هذا الفيديو شكرا لكم جزيلا، شكرا على دعمكم على حبكم، شكرا على رقيكم، وتسنوني في حلقة جديدة لتعرفوا فيها علي أكثر، بمناسبة أننا قراب نكملوا 100,000 مشارك على قناتنا اليوتيوب. شكرا لكم، سلام سلام.